كان برنامج المخيم عبارة عن ورشات فنية لأفنون تشكيلية وشغلة يدوية في الصبيحة، وألعاب مائية وسباحة كما نشاهد الآن على مستوى المسبح الأولمبي أحمد أغازي، وكل هذا من أجل اندماج الأطفال وإراحة الأولياء، وهي الطبعة الثانية بعد الطبعة الأولى اللي درناها عملوا كانت ناجحة تحت شعار ألعب وأتمتع وأتحدى الظروف، وهذه السنة اختارنا لها الشعار نشاط متعة واندماج،